مليون ليرة. لك شو مليون ليرة أنت تاني؟ عم قل لك جزدان صغير مو شنتاي، فصح شو خيالك خصب؟ يعني قديش الايدي؟ 35 ليرة. بس؟ بس حصرت يوميتها شو نقف، قلت معقولة مدام مثل هي ما يلتقى بجزدانة غير 35 ليرة بس؟ فعلاً الناس مخباية بتيابة. إيه؟ وشو عملتي بعدين؟ شو بدي أعمل؟ خطيش فقت عليها وحطيت لها اللي فيه النصيب وبعدت لها يا على العنوان اللي كان بقلب الجزدان. إيه وبعدين؟ لك شو بعدين؟ هي القصة خلصت، شو بدك يعني أعمل لك يا مسلسل؟ الاجتماع الاستثنائي الخامس لوطوية المدينة وجامعي الأموال يبدأ عمله. إخواني أصحاب الرموز وطويط المدينة، السادة خفافيش هذا المجتمع، حضراتي جامعي الأموال، اسمحوا لي أن أرحب فيكم بالاجتماع الدوري لجمعية وطويط المدينة. طبعاً هالجمعية هاي جاهدنا كتير وحاربنا كتير لحتى أسسناها على أسس متينة وركائز راسخة وعضاية صلبة. طبعاً هذا كله بفضل تعاونكم وتفهمكم العميق لطبيعة عمل هالجمعية وإيمانكم الراسخ بأهميتها.